المطلب الثاني الجوانب التربوية. نحن نعرف أن كل عالم من أعلام المسلمين له منهج معين وله طريقة في التعلم. بالنسبة للشيخ صهيب بن حمد الراشدي رحمة الله عليه، بالنسبة لمنهجه في التعلم، أولا نقول الجد في طلب العلم، بذلك وصفه شيخه السالمي بقوله مجدا في تحصيل العلم النافع وفي الاستفادة والإفادة فيه. وأيضا وصفه صاحب شقائق النعمان، وكان منذ طفولته عالي الهمة وقاد الفطنة عظيم الرغبة لطلب العلم ومسامرة أهله ومزاحمة رجاله. ملازمة مجالس العلماء، تحضرني هذه الكلمات عندما قال الشيخ السعيد بن حمد الراشدي: قد حضرت يوما من الأيام مجلس القطب الإمام ذي الشرف التام عبد الله بن حميد السالمي قدس الله سره. مطالعة المصنفات وأمات الكتب، كان من شدة شغفه بالعلم لا يفارق ماذا؟ لا يفارق الكتاب يد، سواء في وقت الفراغ أو في وقت ماذا؟ أو في وقت العمل مع أخوته فهذا الانتهاز للوقت والانكباب على قراءة المصنفات والمدونات جعلت منه عالما ومرجعا يستفاد منه. الكتابة والتأليف، ونحن نعرف هذه القصائد التي ألفها وأشاد بها شيخه السالمي، وكأنه أعطاه ماذا؟ أعطاه شهادة. الترحال لطلب العلم، الشيخ صهيب بن حمد كما ذكرت في الفيلم الوثائقي بأنه كان ينتقل من مدرسة إلى مدرسة، مدرسة الشيخ الحبسي ثم الشيخ السالمي ثم الشيخ صالح بن علي وما شابه ذلك. تلقي العلم على يد معلمين ومشايخ، أيضا التعلم عن طريق التعليم. إذن هو لم يكتفي فقط بأن يتعلم، بل أيضا رأى أن من منهج التعلم ومن أن يقوم بالتدريس، لأن دائما الذي يقوم بالتدريس بحاجة إلى أن يحضر دروسه وأن يطالع وأن يراجع. التعلم عن طريق خزانة الكتب، ونحن نعرف بأنه آلت إليه مكتبة من قبل أشياخه فاستفاد من هذه المكتبة. التعلم عن طريق السؤال وشرح أشياخه، وكان ممن يراسلهم السيد العلامة حمد بن سيف البوسعيدي في بلدة الشريعة من أعمال صمد الشان. أيضا الاستفادة من نسخ المخطوطات، حيث نسخ العديد من المخطوطات ومنها المخطوطة في أصول الفقه كما ذكرت سابقا. استعارت الكتب، ووقع عندي هذا النص وعندي لورثة سالم بن عامر الراشدي كتاب في المغازي وقيمته، وكذا وكتاب أيضا في تفسير 500 آية من كتاب الله في الحلال والحرام، وعندي كتاب جامع التبيان في الأحكام لورثة عبود من صالح الصوافي. فأخذت من هذا، استنبطت بأن الرجل كان أيضا يستفيد من خزانات الآخرين.